البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج الإسلام والحياة والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 بتوقيت طرابلس. ونستضيف في مثل هذا اليوم في هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تبعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، ورقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر إن شاء الله تعالى، وتأتيكم كذلك أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سامي السعدي حفظه الله تعالى. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الباسط، حيا الله جميع المشاهدين والمتابعين. الله ينفع بكم شيخنا ويرزقكم الصحة والعافية. شيخنا، بما أنكم يعني أمين عام مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء، ويعني نريد شيخنا مزيد من البيان بخصوص البيان الذي خرج بخصوص وجود الروس في ليبيا في الجهة الشرقية، سرت والجفرة وغير ذلك، وقد رأينا ذلك يعني وحشدهم الكبير من الأسلحة والطائرات التي تنزل على مدار الساعة. بارك الله فيكم شيخنا، نريد أن تحدثنا عن هذا البيان ومحتواه من مسألة قتال الروس مزيدا من البيان، حتى يفهم الذي يجهل هذه المسألة، بارك الله فيكم، وكيف استعان هؤلاء بالروس الملحدين. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فما كنا نظن شيخ عبد الباسط أن يأتي وقت تصبح المسلمات الشرعية والعقلية والوطنية والأخلاقية محل جدل، يعني وطالما كنا نقول لإخواننا من الليبيين ومن غير الليبيين، يعني ربما كانت المعركة بيننا وبين أعدائنا على الأرض الليبية غير واضحة بالقدر الكافي في بدايتها أو حتى في وسطها، ولكن كل يوم يمر وكل شهر يمضي تزداد فيه هذه المعركة وضوحا. الوجود الروسي الأجنبي على الأرض الليبية، يعني هذا غريب أن يرضى مسلم ليبي غيور، وشعبنا معروف بغيرته وبشهامته وأنفته وإبائه، فالغريب أن يرضى بتجول هؤلاء الجنود الكفرة المحتلين في أسواقنا وفي متاجرنا وفي محلاتنا. يعني نحن أولا كطلبة للعلم الشرعي علينا أن نجلي الحقيقة الشرعية أولا وقبل كل شيء، ولا نبحث في ذلك عن رضا الناس. نعم، يجب أن نبسط الحكم الشرعي ونقربه ونحاول أن نشرحه ونتواصل مع الناس لشرحه، هذا واجب علينا وليس تطوعا، ولكن نحن لا نطلب رضا الناس. وطالما قلنا شيخ عبد الباسط أن برنامج الإفتاء أو دار الإفتاء ليست برنامج ما يطلبه المستمعون، وليست دار الإفتاء حزبا سياسيا تسعى لكسب الأصوات فترضي هذا وتتلطف مع هذا من أجل أن يدعمها في المعركة الانتخابية ونحو ذلك، هذا شغل الأحزاب ونحن لسنا معترضين عليه. يعني من أراد أن يمارس العمل السياسي بضوابطه وبقوانينه فالميدان أمامه مفتوح يعني، لكن ليس هذا دور دار الإفتاء.
دار الإفتاء مهمتها تجلية الحقيقة الشرعية وتوضيح الحكم الشرعي الذي تعلمه من الكتاب والسنة والإجماع وكلام أهل العلم، تقربه للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يأتي يوم القيامة رجل من الليبيين أو من غيرهم ويمسك بتلابيب شيوخ دار الإفتاء ويقول لهم لماذا لم توضحوا لي الحكم الشرعي؟ أنا ظننت أن حفتر على حق، أنا ظننت أن الروس شهداء، أن ظننت أن الملاحدة يعني فرقة ناجي مثلا. يعني هذا لا نريده نحن، نحن نريد أن نبرئ ذمتنا. من أراد بعد ذلك أن يقف في صف المدافعين عن الحق، عن الأرض والعرض والبلد ومقدراتها، هذه دار من دور الإسلام، لابد أن يدافع عنها كل مسلم بسلاحه، بلسانه، بقلمه. المدونون معركتهم مهمة جدا، أصحاب الكلمة وأصحاب الإعلام وأصحاب، لابد أن يوضحوا من هو الظالم ومن هو المظلوم والمعتدى عليه في هذه المعركة. فهذا واجبنا شيخ عبد الباسط. ونحن عندما نقول نحن يعني في ليبيا يعني نتبع المذهب المالكي، يعني هذا الذي درج عليه البلد وهو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، فليس مثلا في هذه النزلة الآن، هذا ليس أمرا خاصا بالمذهب المالكي. مسألة إذا وطئ العدو يعني شبرا من أرض الإسلام، فما ماذا قال أهل العلم في ذلك؟ هذا واجبنا نحن أن نقربه للناس. من أراد أن يتبعه فحيها له، ومن أراد أن يعاند المهم أنه لا يحتج علينا يقول أنتم لم توضحوا. نحن كل ما نجد فرصة في وسائل التواصل، في هذا البرنامج الطيب وهذه القناة المباركة، في غيرها من القنوات، نقول ما نعتقد أنه الحق. من أراد أن يتبعه فذاك، ومن أراد أن يعاند ويعارض لا يحتج علينا يوم القيامة أو حتى في الدنيا يقول أنتم سكتتم. أنتم هل يظن الناس الآن نحن عندما نتكلم ونقول هذا جهاد شرعي ضد محتل غازي كافر معتدي، هل يظن أننا نحن يعني نستفيد دنيويا؟ والله بالميزان الدنيا إلا نحن نخسر يعني، ولكن الحمد لله أهم شيء أن نكون قد أدينا جزءا من هذا الواجب وأسقطنا هذا الإثم عن كواهلنا وربما عن غيرنا ممن لم يستطع لظروف معينة أن يصرح بكلمة الحق. فهذا الأمر يعني ليس يعني قاصرا على مذهب الإمام مالك، فقد أجمع العلماء من سائر المذاهب والمحدثون والمفسرون والأصوليون وسائر الفقهاء والعلماء على هذا الحكم، أنه إذا يعني نزل العدو يعني واحتل جزءا من بلاد المسلمين، فإن الواجب الشرعي العيني على أهل ذلك المكان وعلى أهل تلك البلدة أو الإقليم أو المدينة أو الناحية أن يخرجوا إليه جميعا كل حسب استطاعته، ويكون فرض كفاية على من هو بعيد عنهم. فإذا لم يكفي أهل ذلك البلد واحتاجوا أو استنصروا بالبعيد، فإنه يتوسع فرض العين على من يليهم. فإن لم يكفوا أو قصر أهل البلد أو عجزوا سواء يعني فيتوسع فرض العين على من بعدهم حتى يعم فرض العين يعني كما قال العلماء شرقا وغربا بهذا التدريج. هذا كلام يعني سائر العلماء، إن أردنا أن نذكر يعني نقول المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري والمفسرون وغيرهم، يعني هذا موجود في الكتب. يعني مثلا إذا سمحت لي شيخ عبد الباسط، تفضل شيخنا، تفضل. مثلا في المذهب الحنفي على سبيل المثال، ربما المرجع رقم واحد في العلماء الحنفية المتأخرين الذي يعتبر قوله فصلا من حيث القول المعتمد في مذهب الحنفية هو العلامة ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة المعروفة برد المحتار. هذا ذكر هذا الحكم مثلا ونقله عن من قبله، نقله عن صاحب كتاب درر الحكام مثلا، يقول فيه وفرض عين إن هجموا أي هجم الكفار على ثغر من ثغور دار الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد. نقل صاحب النهاية عن الذخيرة، هذه كلها مراجع في مذهب السادة الحنفية،
عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب من العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجز عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة. فرض عين إيه الشيخ عبد الباسط؟ كالصوم والصلاة، لا يسعهم تركه، ثم يعني يتوسع بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. هذا الآن نقل واضح. علماؤنا المالكية مذهبنا، ابن عطية صاحب كتاب تفسير المحرر الوجيز وهو من أعيان علماء المالكية، مفسر وفقيه، يقول في تفسير قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يقول الذي استقر عليه الإجماع، مش إجماع المالكية ولا إجماع أهل المدينة، إجماع العلماء من سائر المذاهب، من مذاهب أهل السنة بل وغير أهل السنة أيضا من أهل القبلة، يقول الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. نفس الكلام الحنفي من مختصر خليل هذا المالكي المعروف المشهور في شرحه مثلا للزرقاني في قول خليل وتعين بفجأ العدو، يعني إذا فاجأ العدو أهل بلدة يصبح يتعين الجهاد على أهل تلك البلدة، وتعين يقول وتعين الجهاد بفجأ العدو على قوم بنزوله عليهم بغتة ولهم قدرة على دفعه أو قارب دارهم ولو لم يدخلها. يعني لو أفرض أن الآن دولة معادية حشدت جنودها على حدودنا، لم تدخل، حشدت جنودها على حدود بلادنا، أيضا يصبح فرض عين أن يستعد لهم ويخرج لهم أهل ذلك البلد ولهم قدرة على دفعه أو قارب دارهم ولو لم يدخلها فيلزم كل أحد دفعه والخروج له. هذا شرح الزرقاني على مختصر خليل، هذا الفقه المالكي، هذا مثال يعني. الآن الشافعية مثلا كتاب يعني نهاية المحتاج للرملي، هذا مشهور جدا من أبرز علماء الشافعية، حتى أنهم يسمونه الشافعي الصغير. الشافعي الصغير هذا الرملي صاحب شرح كتاب المنهاج للنووي اللي هو نهاية المحتاج، يقول فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. حتى المرأة اللي تستطيع أن تدفع يعني لا تستأذن حتى زوجها لهذه الدرجة، لأن الموضوع خلاص وصل إلى يعني احتلال يعني. فالحنابلة طبعا مشهور كلام ابن تيمية في دفع الصائل، والصائل قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم يعني سيان، يقول وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء بعد الإيمان أوجب من دفعه أو أوجب من دفعه. الظاهرية أيضا حتى غير المذاهب الأربعة، ابن حزم الظاهري يقول ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين، ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم، أذن الأبوان أم لم يأذن إلا يستثني ابن حزم حالة يراعي فيها حق الوالد أو الوالدين، يقول إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده، يعني إذا خرج الولد هو زي ما نقوله العائل الوحيد الآن بالتعبير المعروف اليوم، إذا خرج يعني للجهاد أو للمعركة أو للدفاع عن البلد فقد يموت الأب أو الأم أو يعني يتعرض لما لا يعني يستطيع تحمله، يضيع يعني هو
كلاهما أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما. هذا هو يعني محاولة من ابن حزم رحمه الله للجمع بين ما تقرر وتواتر واستقر وأجمع عليه من تعين الجهاد وبين حق الوالدين. طيب إذا كان عند أخوه يقوم على الوالد والوالدة، طبعا يسترضي الوالد والوالدة ويحاول أن يخرج برضاهما، لكن في حالة تعين الجهاد وأصر الوالد أو الوالدة أو كلاهما يعني على عدم الإذن فإنه يخرج ولا شيء عليه، لأن المسألة متعينة يعني. نعم. فهذا قليل من كثير شيخ عبد الباسط. نعم. الآن قد يقول قائل لا هو هذا يعني مش احتلال يعني، وهذا هو استعانة زي ما أنتوا استعنتوا بالناتو في 2011 احنا نستعين بالروس اليوم. نعم. وهذه يعني وضحها سماحة المفتي حفظه الله بما لا مزيد على التوضيح يعني. نعم. ولم يعني يتأثر في رده بأن توا يقولوا أنتم زينا لا 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 لا، نعم الاستعانة رغم أنه ذكرنا هذا من قبل، من الطرف، من هو الطرف الذي استعان في 2011؟ معروف الطرف الذي استعان، لا نريد أن الآن نطول بذكره، لكن الاستعانة على ماذا كانت في 2011 والاستعانة على ماذا كانت اليوم؟ الاستعانة في 2011 صحيح نحن لم ننكرها ولم نرفضها، وإن لم نكن نحن يعني الذين دعونا الناتو يعني، لم تكن دار الإفتاء أصلا في ذلك الوقت ولا المفتي، المفتي حفظه الله حرض الناس الليبيين المسلمين على الخروج يوم معروف الفتوى المشهورة اللي أخرجها يعني أفتى بها في وجوب الخروج في إنكار سفك الدماء اللي فعله النظام يعني، لكن لم يوجه دعوة للناتو المفتي ولا من معه، ولكن نعم نحن لم ننكر هذا، هذا صحيح، لكن على ماذا استعان المستعينون في 2011؟ استعانوا لمنع الرتل يوم 19/3 على أن يمسح مدينة بنغازي وباقي المدن الشرقية. نعم. وإلا غلط الكلام هذا. صحيح. يقدر حد يقول غلط. نعم. على ماذا الآن استعان حفتر وميليشياته بالروس وبالجنجوي؟ على قتلنا. ألم يستعينوا بهم على تفخيخ البيوت وألعاب الأطفال وتدمير المستشفيات والمساكن على رؤوس أهلها والمدارس والكليات يعني أمر سبحان الله يعني، على ماذا استعانوا بالروس اليوم؟ هذه مسألة. نعم. بعدين الآن خلينا شيخ عبد الباسط نشوف الوضع في سوريا. نعم. سوريا فيها نظام يعتبر نفسه هو النظام الشرعي اسمه نظام بشار الأسد. نعم. النظام السوري مستعين بالروس معروف يعني. من الحاكم الآن؟ كل من يتابع اللي حاصل في سوريا، من هو الحاكم الفعلي؟ خلينا واضحين، بشار ولا الروس؟ الروس لما واخدين مقر قيادة عسكرية في دمشق يقولوا لبشار تعال يجيهم، يعني ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. وبعدين شيخ عبد الباسط ربما واحد يقول أنتم الآن واقفين مع فايز السراج اللي هو كنتوا تقولوا عليه يعني ما اختاروش الليبيين وغير شرعي، نعم هذا صحيح وإلى اليوم نقولوا فيها، وبعض الناس ربما استشكل من الأحباب يعني. لا. ومن المحبين. لا. والناصحين قالوا هذه الفتوى كيف يعني، طيب ربما هذه يعني بدون إذن من المجلس الرئاسي أو من رئيس المجلس الرئاسي. أولا كما ذكرت قبل قليل هذه دار إفتاء تقول ما تراه حقا شرعا، حتى لو فرض أن المجلس الرئاسي رافض هذا الكلام يعني، نحن ولسنا نحن فقط شيخ عبد الباسط، هذا كل الأحرار في المنطقة الغربية والوسطى يعني، نعم يقفون مع دار مع المجلس الرئاسي ضد حفتر كما نقف نحن اليوم مع المجلس الرئاسي ضد حفتر، وهذا قاله سماحة المفتي وقلناه نحن يعني. نعم. لكن سبحان الله الملاحظ والفارق بين أتباع حفتر والمدافعون عن طرابلس وبركان الغضب وغيرهم، سبحان الله الأحرار في المنطقة الغربية لا يعبدون شخصا إلا بعض المرضى ربما القلة اللي تعودوا على التصفيق وتعودوا على العبودية ويبحثون عن مكان، هذا ربما يمارس التطبيل وكذا، لكن لا نحن ولا أحرار المنطقة الغربية والوسطى يمارسون هذا والحمد لله يعني. ولا والملاحظ ويذكره كثير من المدونين والمتابعين، لا ترفع صور لا السراج ولا المفتي في ميدان الشهداء مثلا ولا غيرهم من الساسة اللي في حكومة الوفاق ولا غيره، نعم نقف نحن وإياهم لصد هذا العدوان وهذا أمر واضح. بعدين يعني دار الإفتاء
لم يعني لم تأتي بشيء كما يقال ضد التيار، وإلا يعني هو رئيس المجلس الرئاسي أعلن النفير العام من بداية هذه الحرب. نعم. فهذا النفير اللي يعني دعت إليه دار الإفتاء لم تنشئه، هي وضحت أن هذا النفير مما يجب توضيحه شرعا للناس، فقامت بهذا التوضيح. وإلا فالنفير العام هو يعني كائن وموجود، يعني خلينا يعتريه ضعف، يعتريه قصور، يعتريه تقصير، هذا أمر آخر. ونحن هذه ميزة أخرى، بعض الناس يعني لأسباب مختلفة ربما يعني يريدون أن يقولوا إن دار الإفتاء ضد المجلس الرئاسي. نعم نحن إذا أخطأ المجلس الرئاسي أو غيره نحن ضده، والكلام هذا نقوله وليس وحدنا كما قلت. نعم. كثير من المدونين والساسة والنشطاء والمثقفين والنخب والإعلاميين الذين ليس لهم علاقة أصلا بدار الإفتاء، ربما نكيرهم على تقصير المجلس الرئاسي صوتهم أعلى من صوت دار الإفتاء. نعم. يعني لماذا هذه الحرب على دار الإفتاء من البعض؟ والبعض هو من باب النصح جزاهم الله خيرا، يقولون ربما لم يكونوا يعلمون أن يعني أن المجلس الرئاسي أصلا أعلن النفير العام. فهذه الفتوى طبعا ليست بطلب من المجلس الرئاسي، وليست يعني شيئا في الفتوى جديدا على الوضع في ليبيا. يعني لعل بعضهم عنده شبهة، يعني يقول من هم هؤلاء العلماء، يعني كيف الآلية الفتوى في مثل هذه النازلة، يعني وبأنكم شيخ أمين مجلس أمين عام مجلس البحوث، كيف تصدر الفتوى من حضرتكم أو من يعني؟ طبعا يأتي الطريقة المتبعة أنه يأتي السؤال في رسالة رسمية موجها إلى إدارة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، ويسلم هذه الرسالة عن طريق البريد بالطريقة المعروفة في المؤسسات الدولة، استلام وتسليم رسمي، ويختمون له على الاستلام بالتاريخ، ثم تمررها إدارة الفتوى على مجلس البحوث، وسماحة المفتي هو رئيس مجلس البحوث، ثم يدرس العلماء أعضاء المجلس النازلة ويبحثون فيها ويتناقشون فيها، ويخرج الرأي بأغلبية المشايخ يعني. هذا يعني نعم هذه طيب. الطريقة باختصار يعني. نعم. طيب شيخ، في شيء يعني بعضهم يقول أن لماذا يعني دائما الإفتاء أو الشيخ الصادق يدعونا إلى الدماء وكذا، في حين أن بعض النصارى يتكلم على السلام ويتكلم على السلام في ليبيا ويتمنى السلام، يقول يعني شوف النصارى هم قداش حلوين يعني، وإحنا دار الإفتاء تدعو إلى الدماء، يعني كيف نرد عليهم هذه؟ هذه كلمة يعني تكررت كثيرا، يعني حتى للأسف بعض من يلبس عباءة العمل الإسلامي يقول إن سماحة المفتي هو مفتي الدم. يعني ويعني ماذا أقول، يعني هذه المسألة أولا نحن لا نقتدي بالغرب، الغرب ليس قدوة لنا يعني. نعم قد نتوافق معهم في بعض المواقف في الدفاع عن المظلوم، في الكلام عن حقوق الإنسان الذي لا يعني فيما لا يخالف يعني مبادئنا وعقيدتنا وشرعنا، ومثل هذا الآن احتلال الآن، والاحتلال هذا مرفوض في شرعنا، مرفوض حتى في القوانين الدولية بالضبط. نعم. فهذا نذكره لا بأس، يعني نذكر أن هذا أيضا من باب الحجة عليهم. أنتم تقولون مثلا الديمقراطية، طيب كيف تدعمون حفتر الذي يعني الذي عزل بقوة السلاح، عزل من انتخبهم الناس في البلديات في المنطقة الشرقية وعين حكاما عسكريين، وأنتم تتفرجون وبعضكم يصفق وبعضكم يرسل الذخائر التي تقتل أولادنا لحفتر، وهذا نحتج عليهم بمبادئهم التي يرفعونها شعارات جوفة. نعم ولكن هم ليسوا قدوة لنا، نحن لا نقتدي بهم، يعني إذا فعل الغرب شيئا نحن نفعله، هذه أولا. بعدين يعني من هو يعني الذي يسفك الدماء، الذي جاء من 1200 كيلو إلى طرابلس ودك يعني مساكنها ومؤسساتها على رؤوس أهلها وسماها الفتح المبين، وقال يعني كاذبا يعني من دخل بيته فهو آمن، هل هذا هو يعني السفاح وسفاك الدماء
وإلا من يدافع عن بلدته ومدينته وحيه وحريته يعني فالأمر أعتقد واضح يعني. ولكن هذا هو الشغل الإعلام، وهذه مسألة مهمة شيخ عبد الباسط. العدو أحيانا عندما يفشل في مواجهتك عسكريا أو حتى لا يفشل، ما زالت المعركة دائرة، ولكنه يريد أن يوجهك من طريق الإعلام، أنتم متوحشون، أنتم متعطشون للدماء، أنتم إرهابيون، أنتم تستغلون الدين. يعني هم ما يستغلوش في الدين الآن، أصحاب اللحى اللي الآن يفتوا بأن تدمير طرابلس يعني حرب مشروعة. يعني لما يطلع الناطق الرسمي يقول لابد أن تتحول المدن المنطقة الغربية إلى قرى فقيرة، هذا شن سموه؟ هذا سلام ولا شن هو؟ فيعني فالآن لما يسلطوا علينا الإعلام، وإعلامهم ماديا أقوى من إعلامنا، لكن إعلامنا كلمة حق، قوته ذاتية في كون الكلام الذي يقال فيه كلام حق. صحيح نحن نخطئ، نحن بشر، لكن شتان سبحان الله. حتى اللي الآن يقولوا الميليشيات في طرابلس، بقى الميليشيات خلوا الناس يوقفوا في المصارف، أنتوا جيشكم خلى الناس مشرد في المدارس وفي المباني الحكومية وقتلى وأشلاء تحت أنقاض بيوتهم يعني. لكن الإعلام القوي متاعهم والضخ الذي تدعمه الإمارات والسعودية بالمال وبالمؤسسات الإعلامية وبالفنيين وبالخبراء وبالمعلومات وبالفتوى الدينية الباطلة، هذا إعلام قوي. أحيانا بعض الطيبين اللي هم مع أهل الحق في هذه المعركة يتأثر بهذا الإعلام، فيصبح يعني يتخذ في مواقفه يعني طبقا لما يقال في ذلك الإعلام. لا يا أخي، أخرج بالفم المليان، انظر إلى الحقيقة على الأرض وتكلم بها ورأسك مرفوع. نعم نحن قلناها، يعني أنا يعني في مداخلة قريبة يعني في 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 قناة التناصح أيضا، يعني قلت الحل عسكري. طبعا نسوا يعني محاولات الإصلاح ومحاولات التقريب مع البرلمان ومع أهالينا وأعيان المنطقة الشرقية ولجنة 21 اللي العبد لله كنت عضوا فيها، وهي يعني فيها أعضاء من الأقاليم الثلاثة أو من المناطق الثلاثة من الشرق والغرب والجنوب، وكم حاولنا أن نقدم يعني آراء ربما حتى تتجاوز الأجسام الموجودة ونصل إلى حل من أجل ألا يستمر القتال. لكن هؤلاء لا يذكرون هذا، يكتمونه كما يكتم أهل الكتاب، كما يكتم اليهود الحقيقة التي جاءت في كتبهم، يكتمون ما أنزل الله من البينات. هؤلاء يكتمون الحقائق حتى في الواقع، هذا لا يقولونه، ولكن يقولون كأننا نحن قفزنا إلى الحرب وما حاولنا التقريب والإصلاح. ويعني فيجب على الأحرار والمسلمين الصادقين والذي يريد أن يبرئ ذمته ألا يتأثر بالإعلام. حتى إعلامنا نحن لا تتأثر به عاطفيا يا أخي، ابحث عن كلامنا هل هو حق أم لا، إن لم تكن على إلمام بتفاصيل المعركة التي تحصل. شيخنا حتى رأينا قد رأينا يعني كيف يبارك القساوسة يعني النصارى لبوتين. شيخ عبد الباسط، الدول الغربية عرفناهم ماذا فعلوا في العراق، نعم، عندما قالوا لهم كذا 100,000 من أطفال العراق قتلوا بسبب الحرب على العراق، نعم، مش قالت أولبرايت، مش قالت في السابق هذه نعتبرها خسائر حرب يعني؟ نعم. وين السلام اللي صاير في أفغانستان يعني، اللي رأيناه بأم أعيننا يعني؟ نعم. الباصات المدنيين يعني تسحق بما فيها من الرجال والنساء والأطفال، قرى كاملة أبيدت، وين السلام اللي يحكوا عليه يعني؟ ربما يكون يعني بعضهم فعلا مسيحي نصراني أو يهودي أو كذا، أو يعني المؤمن ينتمي إلى الغرب أو الدول الغربية أيا كان دينه، ربما لا يحب الحرب حقيقة، لكن أننا نلبسهم يعني أن هم الدول الغربية غير المسلمة هذه، أنهم يعني هم دعاة سلام، أين هم وبعد كم شهر من الحرب على طرابلس وجرائم الحرب الواضحة
أين هم؟ لما شعروا أن حفتر بدأ يضيق على الخناق جاءوا أرادوا أن يأتوا إلى طرابلس من أجل الدعوة إلى هدنة. ودائما هكذا يعني، حتى يعني من هم في البعثة الأممية يعني منحازون، واضح انحيازهم إلى حفتر. يعني إذا كان حفتر منتصرا لا يدعون إلى هدنة، ساكتون. وإذا ضاق الأمر على حفتر أو تهدد يعني تفوقه العسكري فإنهم يرفعون راية الهدنة، مش عارف شنو يسموا فيها الهدنة، يعني رمضان الماضي دعوا إلى هدنة لما بدأ حفتر يتقهقر. رمضان الذي شن فيه الحرب، رمضان الأول، ما تكلموا عن هدنة، سكتوا عن ذلك. يعني شن الفرق بين هذا رمضان ورمضان يعني؟ سبحان الله. فنحن لا نخدع بهذا الكلام شيخنا، حتى نحن رأينا يعني ندافع رأينا عن حقنا، وندافع عن مدننا، وندعو الناس إلى ذلك. نحن لسنا معتدين، نحن لسنا معتدين. فهذا يعني شيء ربما على وجه الاختصار شيخ عبد الباسط في مسألة أن الغرب يدعون إلى السلام ونحن ندعو إلى الدم. تقييم المعركة لا يقيم بهذه الصورة. شيخنا قد نرى رأينا مباركة القساوسة، من هو اللي معاه ناس تقتل على طريق الداعش الشارع وأمام المساجد ومطلوب للمحكمة الجنايات الدولية وما زال يقاتل مع حفتر؟ من هو المعتدي حتى بالقوانين الدولية التي نذكرها استشهادا اعتضادا، يعني ليس كدليل مستقل؟ نحن ننطلق من مبادئ ديننا. نعم ديننا يدعو إلى السلام ويدعو إلى الصلح، لكن ليس مع المعتدي. ديننا ليس فيه يعني من ضربك على خدك الأيمن فادر له الأيسر، ومن نبش قبور بنغازي افتح له مقابر طرابلس حتى ينبشها، ومن دمر بنغازي ودرنا وأجداب يفتح له المدن الغربية حتى يعني يخططها على نفس التخطيط. يعني شيخنا هل تسمعني؟ هذا ليس عند ديننا، ربما في أديان أخرى محرفة ربما، لكن في ديننا هذا ليس موجود. نعم اللي يحترمك ولا يعتدي عليك، نعم تتعاون معه على الخير والتقوى، على البر والتقوى حتى لو لم يكن مسلما، تتعاون معه على الخير، على الدفاع عن المظلوم، على إقامة العدل، نعم. لكن اللي بيمد يده بالاعتداء على حرماتك وعلى بيتك وعلى عرضك وعلى مدنك، لا، ما فيش عندنا احنا. نعم شيخنا. فمن اعتدى عليكم فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا ربي قال في القرآن، ما قالش سامي الساعدي والله عبد الباسط غويلة. نعم. فلابد يعني لما نخلوش الإعلام المعادي هو اللي حركنا شيخ عبد الباسط. صحيح. وهذا مقصود. صحيح. أن يخليك يرسم لك خياراتك بالإرهاب الفكري. أنت إرهابي، أنت قاعدة، أنت تدعم في الدواعش، أنت مفتي الدم، أنت مش عارف شني، حتى أنت يعني تأخذ خطوات إلى الخلف وتفتح الباب للمعتدي وللمحتل وللدكتاتور واللي يبي عسكرة الدولة واللي يدمر في البيوت على ساكنيها ويدمر في البنى التحتية للمدن، وهذا ما يريدونه. زمان شيخنا زمان رأينا بوش قال حرب صليبية، بوش الابن قال حرب صليبية على الإسلام ولم ينكر عليها في الغرب، ورأينا بوتين يعني وكيف يبارك له القساوسة وهو يذهب إلى سوريا يباركون له و... سبحان الله. فالمهم شيخ عبد الباسط، هذا أنا تعليقي على هذه النقطة يعني. نعم صح. نحن إذا توافقوا معنا أو توافقنا معهم في نقاط نشترك فيها. طيب شيخنا. يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، في كلامه عن حلف الفضول. نعم. إذا يعني كانت هناك جهات ولو لم تكن مسلمة يعني تدافع عن المظلومين، تدافع عن حقوق يعني الناس الذين يعني ثبتت لهم هذه الحقوق. فنحن أيضا المسلمون شيخ عبد الباسط على فكرة كثير ربما لا يعلم أنهم مطالبون بالوقوف مع المظلوم حتى لو لم يكن مسلما. نعم. إن كان لو كان للمسلمين قوة وأمة واحدة ودولة واعتدي على غير مسلمين وكان للدولة المسلمة قدرة على أن تدفع عنه فإنه يجب عليها أن تدفع عنه. هذا كثير لا يعرفونه ربما يعني، لكن يعني لا يلزموننا بكل ما يقولونه ولا يخدعوننا بالنفاق السياسي والنفاق بهذه الشعارات التي يخالفونها على الأرض يعني. نعم. نعم. أكثرهم يخالفون هذه الشعارات يعني. نعم. طيب شيخنا يعني نحن شيخ عبد الباسط واثقون من أننا يعني غير ظلمة وغير معتدين
وعندما ندعو إلى المقاومة بالقوة وبالسلاح نحن نعتقد شرعا ثم قانونا أننا يعني على حق يعني ولسنا معتدين، نحن في موقف دفاع يعني الآن، فلا أحد يطلب من المعتدى عليه ألا يدافع، هذا لا يقبل لا شرعا لا في ديننا الإسلامي ولا عقلا ولا منطقا ولا سياسة، يعني هذا غير مقبول أبدا. طيب شيخنا نستقبل بعض المكالمات إن شاء الله نرجع لك شيخنا. نعم نجاح من مصرات، تفضلي نجاح، وأسف على التأخير. تفضلي نجاح، انقطع الاتصال بنجاح. نعم فرج من الخمس، تفضل يا فرج، إن شاء الله قاعد معنا بس انقطع الاتصال بفرج كذلك. علي من مصراته، يبدو أن انقطعت الاتصالات، لا بأس إن شاء الله تعالى. شيخنا في عاجل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول حفتر غير معترف به دوليا ونسعى لحل سياسي يشمل الأطراف كافة، يعني لا أدري هل هذه مراوغات أم أنها حقيقة، يعني ما تعليقكم على هذه المسألة؟ هل نصدق؟ صح النوم بنقولوا له يعني بعد الضحايا هذه كلها، ويقول غير شرعي الآن لما يعني مالت الكفة لأهل الحق وللمدافعين عن حقوقهم، يعني صارت تخرج حتى ماكرون، يعني فرنسا أكبر دولة غربية داعمة لحفتر، الآن الموقف تغير يعني، وهذا يعني يعني هو توفيق الله سبحانه وتعالى وتدبيره أولا، ثم يعني كل ما يعني كان الوضع أهل الحق وقوات بركان الغضب ومن انضم إليهم ودافع عن طرابلس وما حولها والمدن الغربية، كلما كان موقفهم على الأرض قويا، كلما كانت قراراتهم تناسب حجم المعركة، قرارات هناك قرارات لابد أن تكون حازمة، لابد أن تكون شجاعة، كلما اقترب يعني صفنا من هذا الموقف أصبح لهم اعتبار حتى في أروقة السياسة الدولية، لكن لما نحن نبدو متخاذلين وخائفين، وحتى الكلمة لا نستطيع أن نقولها، حتى كلمة ضد الإمارات لا نستطيع أن نقول كلمة ضد دولة الإمارات المعتدية، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن لا في ذلك لا نتطاول على إخواننا من شعب الإمارات المسلمين، ولكن نتكلم عن الظلمة والمتجبرون المتسلطون على الشعب الإماراتي. فيعني حتى كلمة موقف سياسي أو دبلوماسي يعني مضاد أو مكافئ لهذا الاعتداء لا نراه يعني، أو لا نكاد نراه يعني. المجلس الأعلى للدولة أصدر يعني بيانا، البيان رقم 48 في شهر يناير الماضي، هذا كان بيانا جيدا، لابد أن نقول هذا يعني بيان جيد، وطالب فيه بوضع دولة أنها في حالة حرب مع ليبيا، ودعا في البيان إلى إعادة النظر في تكييف أو في تقييم المواقف الدول من المعركة، يعني واحد داعم لحفتر بالسلاح ولا نمشي ندير معها علاقات اقتصادية، كيف ربما هذا يكون بضمانات أن ربما نحن يعني نشجعه ونحفزه على قطع دعم حفتر والوقوف ضده، أو على الأقل الوقوف على الحياد في مقابل أنه هو ربما يستفيد ماديا، هذا في باب السياسة ماشي مقبول يعني، لكن هم ما زالوا داعمين له وأنت يعني تزيدهم قوة إلى قوتهم، قوة مادية قوة سياسية، سكوتك أصلا يفتح لهم المجال لمزيد من الطمع والتطاول والتدخل لصالح حفتر المعتدي على على الـ على الـ على الـ يعني المعتدى عليه. طيب شيخنا بارك الله فيك، ناخذ بعد الاتصالات شيخنا بس الإخوة ينتظرون. نعم إخوة المتصلين. نعم سليم من مصراته، تفضل حاج سليم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ عبد الباسط، بارك الله في شيخنا الفاضل الأذاعة السعدي. الله يبارك فيك ويفتح عليك يا سيدي، بارك الله فيك حاج سليم. الله أبارك التوار الأبطال في جميع جبهات المحاور، الله على المجرم الداعشي حفصر ومن مع المجرمين دباش. اللهم أمين يا رب. عندي سؤال واحد يا شيخ عبد الباسط لو سمحت لي. تفضل يا سيدي تفضل. حفظك الله عز وجل في هذا السؤال. بسم الله. ما هو الأكبر والأكثر إجراما المجرم الذي يحارب في ثورة 17 فبراير بالكلام والقلم والكلمة والاستلام للأكاديم وخاصة في وسائل الإعلام، أما المجرم الذي يحارب في ثورة 17 فبراير بالسلاح؟ بالكلمة أو بالسلاح. طيب
والله شيخ طيب يا سيدي بارك الله فيك حسن. بارك الله فيك شكرا شكرا. محمد بن وليد تفضل يا حمد. تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ عبد الباسط وكيف حال الشيخ سامي؟ الله يسلمك اخي محمد بارك الله فيك. احييكم على هذا البرنامج. الله يحييك يا اخي. انا ابي اسال على عمليه الكرامه عندما يعتدون على الطرف الثاني من عمليه ركاب الغضب. نعم. يقومون بالتنكيل والتعذيب والقتل، هل يحق لنا شرعا ان نعاملهم بنفس المعامله؟ نعم. وما حكم الايه التي تقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ اي حاضر. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يونس مصراته تفضل يونس. وعليكم السلام تحيه طيبه استاذ عبد الله. حياك الله اخي يونس اهلا وسهلا بك. حياك الله وتحية لشيخنا الجليل وسليمان الله يسلك الدوام العفو ان شاء الله وربي ينصر شبابنا ويثبت اهل الحق الحق ان شاء الله. اللهم امين. شكرا يونس بارك الله فيك. صحيح والله تكمله كلام الشيخ سامي الله يحفظه، يعني فعلا عملنا مقصر بشكل غريب، يعني تو زي الذكرى السيئه والمشؤومه هذه نتاع يعني ابو سليم مرت مرور الكرام لولا اذاعه تناصح يعني والباقي ولا حياه المنتنادي يعني يعني, ما يعني كيف نطلب وبعدين حتى تو الاعلام يعني بسبله الاحتواء الاخر وكل شيء يعني يعني كل اللي يجيبه في المصائب قداش حتى كل شهر يجيبه في حاجه لا ما نص نص في الامور هذه يعني صحيح. الحقيقه مقصرين جدا الاعلام اتمنى كلمه الحقيقه سادنا من السكوت وسادنا من يعني دمرت مدن ودمرت وقتل علماء وعدينا وحليف قصه الكهرباء كلها من الارهاب اللي زي ما قال الشيخ سامي الله يحفظه والله نتمنى توجه كلمه الاعلام انه يصحى شويه وساد من هالملاطفه العاطفه التي لا تبني دوله وحق يريد بباطل ترى ربي جزاك الله خير يونس بارك الله فيك شكرا جزيلا يا اخي. اذا احمد مصراته تفضل. نتمنى توجه كلمه الاعلام انه يصحى شويه. تفضل يا احمد من مصراته. تفضل احمد. يا احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا شيخ عبد الباسط. اهلا يا احمد تفضل احمد اهلا وسهلا بك. نهارك سعيد يا اخي. بنحيي الشيخ سامي والله. الله يحييك يسمع فيك هو. وبنحمي بنحيي ام الشيخ ام الشيخ نادر والله بنحيي ام الشيخ نادر والله. الله اكبر بارك الله فيك يا اخي. والله يعلم الله قديش مانيش عارف كيف نعبر بس يعلم الله نار كابره نار كابره والله فيها يعلم الله بنحيي ام الشيخ نادر والله. الله يكرمك. يقولوا طرابلس تحررت من ايش تحررت بالله؟ نعم تحررت من ايش بالله؟ والمداخل قاعدين يصولوا ويشولوا فيها والله. نعم. المسلمين والله. نعم نعم يقولوا تحررت من ايش تحررت بالله طرابلس والمداخل قاعدين ينكلوا وقاعدين محتلين المساجد والله وين بالله الطرابلسيه وين الثوار وين الحرار وين الميدان وين الرجال بالله يملوا الميدان بالله عليك وين يا طرابلس يا طرابلس يا فرسان طرابلس يا ثوار يا تاجوره يا فخلون يا سوق الشمعه يا وينكم يا خساره والله يا خساره والله يا خساره الى الان الشيخ ام الشيخ شوف بارك الله فيك يا احمد شكرا جزيلا بارك الله فيكم. اذا شيخنا نعم نعم اخر اتصال اخي الكريم بارك الله فيك. نعم تفضل يا عمر من طرابلس. تفضل عمر. تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ عبد الباسط شنو حالك؟ اهلا يا عمر يا مرحبا بك. تحياتي لك والى الشيخ سامي. الله يحفظكم يا اخي يسمع فيك بارك الله فيك يا عمر. تفضل يا سيدي. الله يبارك فيكم والله يطول اعماركم ان شاء الله يا ربي. اللهم امين ويحفظك في طاعته يا رب. يا شيخ باسط الدعوات الايام هذه كافره الى وقف اطباق النار والى فهمت رمي السلاح والحاجات هذه نحن رمي الوقف اطلاق النار
اذا خرج حفتر من المشهد ومنع شكلته عقيله صالح وامثاله. نرحب بوقف اطلاق النار وياتي من اهل الشرق من هم العقلاء والشرفاء يا مرحب بهم، ما فيش حد راغب بالدمار ولا الدم، غير ذلك غير مقبول على اطلاق بشكل وقف اطلاق النار. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ان شاء الله يعلق الشيخ سامي بارك الله فيك في هذه الدقائق الاخيره. شكرا اخي عمر. شكرا. شيخنا بارك الله فيك. نبدا بالاخ عمر يا شيخ، صراحه مساله مهمه جدا، يقول هناك دعوات إلى وقف النار، إطلاق النار، وإلى تسليم السلاح، يعني أن بركان الغضب يجب أن يسلموا سلاحهم. نعم، ما تعليقكم شيخ على هذا الموضوع يعني؟ والعدو الآن موجود على الأرض يعني. من الذي كان سببا في كسر شوكة المعتدي حفتر؟ هؤلاء الذين يسمونهم ميليشيات، يعني ما هو البديل عنهم؟ هل يعني فتحتم لهم المجال؟ وأنا شيخ عبد الباسط كنت شاهدا من 2011 إلى اليوم كيف كثير من الأطراف الرسمية تعرقل يعني فتح الباب والفرص أمام الثوار الذين يريدون أن يؤسسوا مع غيرهم مؤسسة عسكرية صحيحة. كانت دائما تأتي العراقيل من بعض المسؤولين الذين تولوا إما رئاسة حكومة أو وزارة أو نحوها. يعني لماذا لم تعملوا على هذا؟ لو عملتم على هذا من 2011 وأصوات الوطنيين والأحرار كانت تناديكم إلى هذا، وكانت يعني هيئة شؤون محاربين مع بعض الملاحظات اللي ربما تذكر عليها كان لها محاولة كبيرة في هذا الأمر، وجمعت يعني الأصحاب حتى أصحاب الشهادات العليا من الثوار المقاتلين، وكيف يعني وضعت بعض المقترحات من أجل يعني تكوين جيش وطني حقيقي يكون هؤلاء جزءا أساسيا ورئيسيا فيه. كانت دائما تأتي العراقيل من بعض الذين يعني دعموا حتى تولوا على رؤوسنا، وليسوا كلهم طبعا. فأما أن يحيلون على مجهول شيخ عبد الباسط ونقوم يعني صباح يوم من الأيام ونجد طرابلس المحررة وكثير من المدن التي طردت ميليشيات حفتر خالية من السلاح ولا نعرف السلاح ذهب إلى يد من، خلينا واضحين يا جماعة، حكومة الوفاق مخترقة. نعم. لنفتش في مفاصلها سنجد أزلام النظام السابق اللي تحالفوا مع حفتر يعرقلون كل قرار إيجابي حتى عن طريق البريد، حتى عن طريق البريد شيخ عبد الباسط. نعم. يمنعون وصول المراسلات التي يعني سينبني عليها قرارات مفيدة للثورة، للحكومة، لقوات بركان الغضب في صالح المعركة، يعرقلونها. وللأسف ما زالت الحكومة تمكن تفتح لهم المجال وتمكنهم، ولا أدري هل هي ترحل المشكلة أم تعرف النتيجة ومستسلمة لهذا الأمر الواقع يعني. نعم تسليم السلاح، تنظيم، خلينا نقول تنظيم السلاح مش تسليم السلاح، ما فيش حاجة اسمها تسليم السلاح حتى في الدول الغربية، ما فيش. في أمريكا السلاح يعني لا يطالب الناس بتسليمه، كل إنسان من حقه أن يمتلك السلاح، هذا مش سلاح التقي، من حقه أن يمتلكه. نعم قولوا تنظيم حمل السلاح يعني بحيث لا يؤدي إلى انفلات، لا يؤدي إلى يعني اعتداءات، لا يؤدي إلى فوضى، هذا كله نعم هذا أكيد مطلوب، لكن تسليم السلاح هذا تعبير غير صحيح على فكرة شيخ عبد الباسط. نعم. احتكار السلاح مطلقا لجهة معينة هذا كلام غير صحيح، حتى الدول المتقدمة لا تتبعه يعني. نعم. تقنن حمل السلاح، ترخص حمل السلاح، نعم يعني، لكن يعني حتى الأسلحة الثقيلة إلى من ستسلم؟ وضحوا لنا إلى من ستسلم، وخلينا يعني نتعامل بوضوح وبشفافية. أنا إذا كنت ثائرا حاملا للسلاح وشاركت في معركة بركان الغضب، من حقي ألا أقبل بتسليم سلاحي إلا إلى جهة يعني أطمئن إليها، مش لازم من مدينتي ولا من شارعي ولا من جماعتي ولا من تنظيمي ولا من حزبي، لكن نطمئن إلى أنها جهة وطنية مؤتمنة على حمل السلاح. نعم. مش نسلم زي ما صيرنا في سرت، نسلم لجهة بعدين نلقاها سلمت لحفتر، هذا من حق يعني ومن واجب، مش من حق. نعم. من واجب قوات بركان الغضب ألا تقبل بهذا. بارك الله فيك شيخنا،
شيخنا الاخ محمد بن وليد يقول عمليه كرامه جماعه حفتر يعني قال يعتدون علينا على بركان الغضب يعني ورايناهم في فيديوهات بالتنكيل والتعذيب والقتل وطرق يعني شنيعه جدا يعني فهل نعاملهم بمثلها من باب قول الله تعالى فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم؟ لا 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 نحن لنا اخلاقيات ولنا ضوابط. نعم في حسم وفي حزم وفي ضرب بيد من حديد لكن ليس اعتداء بالمعنى الحقيقي. وأما قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا يسمى في البلاغة المشاكلة وهذا يعرفه يعني طلبة العلم أو اللي درسوا الآداب وطلبة كليات الآداب يعرفون ما معنى هذا. يعني هذا أخذ اللفظ لمشاكلته أو لمشابهته لللفظ الآخر يعني كقوله تعالى يعني الله يستهزئ بهم يعني هذه مشاكلة يعني لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هذه اسمها مشاكلة يعني يعاملهم يعني لأنهم استهزئوا بالمسلمين فيعاقبهم بجنس ما يعني فعلوه ولكن لا يطلق أن الله نقول إن الله مستهزئ حاشا لله ويمكرون ويمكر الله المكر والاستهزاء وكذلك في حقنا الاعتداء الاعتداء ليس يعني الله عز وجل قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا الاعتداء على المعنى الحقيقي لكن قوله تعالى يعني فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هو كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هل الله يأمرنا بفعل السيئات؟ حاشا لله لكن هذا اسمه في البلاغة من باب المشاكل المعاملة بالمثل وليس بالاعتداء. مسألة قتل الأسرى وإن كان قال يعني بها فقهاء وكذا الآن يعني هذه عندما الفقهاء يتكلمون عن يعني عن التصرفات التي يتصرفها أمير الجيش مع أسرى العدو ذكروا فيها القتل إذا كان القتل يعني مناسب لكن الآن لما أنت تمسك أسير وتقتله وهذا بيسبب لك مشاكل حتى ربما مشاكل دولية من حقك أن تقول أنا لا أقتل الأسير وتتجنب قتل الأسير وتتعامل معه ممكن تبادر تستفيد من الأسير في مبادرة أسرى مثلا. طيب شيخنا هذا أمر مشروع. نعم. إن رأيت أن هذا فعلا يعني شيخنا. صادق وغلب على ظنك صدقه. نعم. وربما إذا أطلقته لا يرجع ربما هذا من باب التأليف القلب ممكن هذا في بعض الحالات لكن الآن شيخنا. أنت بتقتل أسير هذا بيسبب لك مشاكل لا تقتل الأسرى لأنه سيسبب لك مشكلة. المهم نحن لا نعتدي بارك الله فيك عادل أو بالفضل ولكن طيب شيخنا. لا نعتدي جزاكم الله خير شيخنا. بعض الأسر يعني الأخ سليم من صراحة وتاه الوقت حقيقة يقول من هو الأكبر إجراما من سبب من 2011 إلى هذه اللحظة الذين يعني يحاربون بالكلمة أم الذين يحاربون بالسلاح؟ وكذلك الأخ يونس يقول ذكر مذبحة بوسليم والإجرام اللي الآن والمظاهرات في انقطاع الكهرباء وغير ذلك. فبارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت جزاكم الله خير لعل تعلق عليها في حلقة قادمة. نسأل الله يحفظكم ويبارك في أعماركم وفي علمكم ويرزقكم الصحة والعافية إخوتي أخواتي. جئنا إلى نهاية اللقاء إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية من نار إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب